الشباب، الشباب في العقلية يعني. اليوم فما رئيس حكومة شاب. شباب عقلية. رئيس حكومة شاب. ماناش باش نساندوه، مش باش نصحوا شيك أبيض. ماناش باش نصحوا شيك أبيض. ما نصحوش شيك أبيض. باش نتعبوه. أما اللي صار في الجمعة هذي. ما نجمو كان يكون رسالة إيجابية. راهو اليوم الإيقافات اللي صار في حق رجال الأعمال، ما سميهمش رجال الأعمال على فكرة، سميهم رجال الأموال. ما نسميهمش رجال الأعمال، رجال الأعمال كلمة باهية. باهية. دونك اليوم كي نراقبوا احنا صحفيين وقضاة ومجتمع مدني وديوانة وبوليسية وحرس يلزمنا نراقبوا. اليوم كي نراقبوا ما شفهاش فماش حاجة باه صحيح، فما خايفين شوية. ما استنسناش بالباهي على غد. اليوم فما شكون يقول بالكش شدوه باش يسكتوا العباد في تطاوين، فما شكون يقول بالكش يسدوه خاطر فما داجلين. احنا في تونس، احنا في تونس تلمو شفنا حاجات خايبة ولينا ياسر نخافوا من المؤامرة. ولينا كي يجي طقت باهي يقولوا لازم فما حاجة مش نورمال. لا تيوغي دو كومبلو. دونك اليوم اللي صار في الجماعة هذي، الإيقافات اللي صارت، والتمشي الأمني اللي صار، ولو أنه المعلومات صحيحة، ما شفناش حاجة اللي تخلينا نشكوا فيه. لحد الآن ما نجمو كان نصفقوا له. نصفقوا له أما بشرط. نصفقوا له أما بشرط. بشرط. لازمو يوصف. لازمو يوصف. كما قالت الأخت اللي كانت هوني، إذا كان فما تراخي، راهي المساندة ذي الكل، راهي باش تقلب بالعكس. دونك، وهذه رسالة أخيرة باش نكملوا بها، الشعب الكل يلزمو يهبط يديه. راهو إذا كان الشعب يهبط يديه، راهو ما عادش باش نلقى شيء لولادكم. يلزم كبار وصغار ومسؤولين ومواطنين عاديين، الكل يشدوا صحيح. يشدوا صحيح. فما انتخابات بلدية جاية، باش تردوا بالكم. يعطيكم الصحة.